بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب كلية الحقوق جامعة سوهاج، اسمحوا لي في بداية حديثي أن أعتذر لكم جميعا عن عدم إمكاني الحضور والوجود معكم في هذه الاحتفالية الكبيرة لهذه الدفعة التي أعتز بميلادها في وطني وفي بلدي سوهاج للظروف خارجة عن الإرادة، لكني بإذن الله سوف أسعى لكي أكون متواجدا معكم ومع أبنائي طلاب كلية الحقوق في كل المناسبات المختلفة، خصوصا وأنه يربطني مع الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة من محبة وتفاهم، فهو شخصية قديرة وقام من قامات التعليم في مصر، هو وزملائه العاملين في جامعة سوهاج وأيضا عميد وأساتذة كلية الحقوق جامعة سوهاج جميعا باعتبارهم أنهم من الأساتذة الأجلاء الذين نعتز بهم. أبنائي الخريجين، الحقيقة أنه الرسالة الرئيسية التي يمكن أن أوجهها لكم بعد التهنئة بهذا التفوق وهذا النجاح، والتهنئة أيضا للمتفوقين منكم أوائل الدفعة، أؤكد لحضراتكم أن كلية الحقوق تقدم للمجتمع هدايا قيمة ونماذج رفيعة المستوى من الثقافة القانونية والثقافة العامة التي تؤهل كل الخريجين لكي يعملوا في مجالات عديدة. فخريج كلية الحقوق لا يقتصر مجاله فقط في أن يعمل بالحقل القانوني، قاضي أو محامي أو في شؤون قانونية أو في الشهر العقاري، وإنما الدراسة في كلية الحقوق تسمح للعمل بالصحافة والإعلام والعمل أيضا في كل المجالات المختلفة. فالمساحة التي تمنح لخريج كلية الحقوق في العمل مساحة عريضة، لذلك أوصيكم بأن لا يعمل منكم أحدا في عمل هو لا يجيده أو لا يرغبه أو لا يريد أن يساهم فيه، لأنه محبة العمل الذي نعمله هو أساس التفوق فيه وأساس النجاح فيه. الأمر الآخر أنه لا يقتصر أداء حضراتكم بعد التخرج على ما حصلتموه من دراسة خلال المراحل المختلفة السنوات الأربع، فهي غير كافية لكي تواصل تقدمك ولكي توافق يعني وجودك وإثبات تحضرك وأدائك المختلف في من حولك. فيجب أن تزيد من العلم بمزيد من الدراسة ومزيد من البحث ومزيد من التدقيق ومزيد أيضا من التنوع الثقافي الذي يقدمك للمجتمع في صورة أبهى وفي قيمة أعلى. أتمنى أن تنال كل أبنائي أبناء محافظة سوهاج خريجين هذه الكلية. خلص تحياتي وخلص تقديري وخلص تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.